عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان يوم أمس مؤتمرا صحفيا في العاصمة المؤقتة عدن لإطلاق التقرير الدوري العاشر، والذي يوثق 3609 واقعة انتهاك تعرض لها الضحايا من جميع الأطراف دون استثناء في كافة المحافظات اليمنية. تمكنت اللجنة الوطنية من رصد وتوثيق خلال فترة عملها حوالي 23,000 انتهاك و413 واحد، بلغ عدد الضحايا حوالي 40,416 ضحية، وهذه الضحايا موزعة ما بين 8,074 قتيل و حوالي 11,170 جرحى، وهذه الانتهاكات موزعة ما بين كافة الأطراف، وحيث شملت انتهاكات جماعة الحوثي حوالي 76 أو 77 انتهاك، وجماعة الشرعية الحكومة الشرعية والقوات التحالف بلغ عدد الانتهاكات بنسبة 24% من الانتهاكات. هذا التقرير هو يفصل أعمال اللجنة الوطنية في كافة المجالات، منها الصعوبات والتحديات التي تواجهها. التقرير فترة التي يغطيها التقرير شهدت عدد من التطورات السياسية، وهو انتقال السلطة من إلى المجلس القيادي الرئاسي، وكذلك هناك تقديم الدعم من دولة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقدم المساعدة التي قدمتها لليمن، والتي من خلالها ساعدت على تخفيض حدة ارتفاع الأسعار العملة، وكذلك سينعكس إيجابا بإذن الله على حياة الناس. واستعرضت اللجنة في المؤتمر الصحفي 30 نوعا من الانتهاكات التي عملت عليها خلال فترة إعداد التقرير، مؤكدة اتباعها آليات مختلفة لضمان جودة عمليات التحقيق التي تهدف إلى إثبات الوقائع وتحديد المتسببين بها وفق القوانين الوطنية والدولية المنطبقة على كل واقعة، وبما يضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا. تضمن التقرير عدد من الأرقام المهمة والوقائع التي تم التحقيق فيها من قبل اللجنة. تضمن التقرير الإشارة إلى عدد الوقائع التي تم التحقيق فيها خلال الفترة التي يغطيها التقرير، والتي بلغت 3609 واقعة سقط فيها أكثر من 9,000 ضحية، وهناك الأنواع التي تناولها التقرير والتي تزيد عن حوالي 40 نوع من أنواع الانتهاكات، ابتداء باستهداف المدنيين والألغام وتجنيد الأطفال، وكذلك الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان مثل القتل خارج إطار القانون، وكذلك تفجير المنازل. وأيضا تضمن التقرير الإشارة إلى الانتهاكات المتعلقة القصف طائرات الدرونز والطائرات الأمريكية، إضافة إلى عدد كبير من الوقائع التي تضمن التقرير من تهجير قسري وإخفاء. وحرصت اللجنة على تنبيه أطراف النزاع على الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان الواردة في أحكام القانون الدولي الإنساني، وقدمت العديد من التوصيات لجميع أطراف النزاع إلى جانب توصيات خاصة للحكومة الشرعية وجماعة الحوثي والتحالف العربي والمجتمع الدولي. وحث التقرير المجتمع الدولي على تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، تمهيدا لإحلال السلام الدائم والقائم على احترام حقوق الإنسان. أمة الرحمن العفوري لقناة سهيل الفضائية عدن.